العبرة عندي بالمسمى لا بالاسم. يعني هذا مصطلح عام، أنا نقول لكم من الرأي ديالي الصريح، يعني فيما يسمى في التصوف، يعني هو لفظ حمل من دلالات الكثير، ولذلك فهو يجمع الحق الكثير ويجمع الباطل الكثير. والجواب بالإجمال ظلم. تعطى للنازلة أشنو هي بالضبط؟ هذا الفعل السلام، ونصنفه آنئذ. ولذلك أعدل كلمة قرأت في هذا السياق كلمة لابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وفي غيره، لكن مدارج السالكين فصلها، قال هذه الطائفة من الناس ضل فيها أو في حقها فريقان، فريق أنكر كل ما عنده فأنكر كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة، وفريق قبل كل ما عندهم وقبل كثيرا من الشركيات والبدع. ولذلك قد تجد عندهم بعض الحقية وقد تجد عندهم بعض الباطل. فلهذا إذن يعني ما يمكنش يكون جواب عام، وهم مراتب الصوفية الفلسفية، هذه ماشي صوفية، هذه الزندقة نيشا، لا محابة ولا مجاملة في هذا، يعني فضيحة هذه. أما يعني ما يسمى بالتصوف السني، ما سمي بهذا الأمر، فمشكلته تاريخيا أن غالب أهلي، وليس جميعا، غالب أهلي لم يتعاطوا للعلم الشرعي، فدخلت كتبهم كثير من الخرافات في مجال بعض العبادات، لأنهم لم يعتمدوا صحة الأحاديث. فكما هو كتاب الإحياء رحمة الله على أبي حميد، كلنا نحبه رحمة الله عليه وغفر لنا، أبو حميد الغزالي نحسبه صادقا والله حسيبه، في كتابه يعني زوج الأقسام، قسم يتعلق بتحليل النفس ممتاز، وفيه حكم لن تجدها في غيره، مثلا ما يكونش متطرف لا تجي ولا تجي، فيه حكم فيما يتعلق بتحليل النفس، يعني يبين لك يعني المجال التربوي كيف يربي المريد، كيف يتعامل مع إقبال النفس وإدبارها، شيء عظيم جدا. لكن يعني في تشخيص الداء بلغة الأطباء، تشخيص الداء كان خبيرا، وصفات الدواء كان ضعيفا، لأن الدواء من غيره ويجب الصيدلية الرحمن يعني الكتاب والسنة. ففي الحديث يتعلمون يعني ما يروي خرافات، يعني قصة بسعيد المخشبي في غرائب، ويعني حين هو كان معذور لأنه تلقى عن قوم ذلك شأنهم، نحن لا نلومه يعني في شخصه، هو معلوم أنه في خاتمة حياته رحمه الله يعني رجع إلى صحيح البخاري ومات وهو على صدره كما يحكي عنه غير واحد من أهل العلم. فالمشكلة هو أنه يعني تلقى، لأنه رجل كان فيلسوف أصلا متكلم أصلا وعبقري في هذا المجال، ودفع الإسلام ورد على الدهرية كما تعلمون في كتاب المستظهري، وحارب الباطنية في زمنه بما لا نظير له، ولذلك سمي حجة الإسلام، وهو كذلك بحق حجة الإسلام في السياق الذي كان فيه، لأن المرحلة في العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه كانت مرحلة يعني الإيديولوجيات المناقضة للدولة الإسلامية آنئذ، ودخول الوثنيات الفارسية باسم الإسلام تبطل حق الإسلام، فتجرد لها أبو حميد الغزالي، وكان فعلا حجة عصره وزمنه. لكن يعني في مجال يعني التربية على يعني الحقائق التعبدية كان ضعيفا، يعني يجيب كان مشكل عندهم انه حينما لا تثبت لهم الاحاديث، حدثنا فلان قال حدثنا، حدثني الخضر او الخضر عليه السلام قال لقيت محمد رسول الله وحدثني، ما عندوش القدره باش يجيب الحديث من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والسنن المسانيد، يجيبوا لي على الخضر انه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له. اولا من الخضر او الخضر هذا؟ هذا سؤال. اشخص من بني ادم ام ملاكم أم جن أم؟ ليس هنالك نص قطعي يحدد طبيعته، ها واحد، وتحديد طبيعته ضرب من تحكم. اثنين، أنه قطعا مات قبل زمان رسول الله بكثير، هذه مش غير نحتمل اقطع به، ما الدليل على ذلك؟ نفرض أنه ابن آدم أو من الجن مات قبل رسول الله بزمان كثير، لأنه لو كان هذا الشخص حيا زمن رسول الله، أترون عقلا ومنطقا وشريعة أنه يراه ويلتقيه الذين جاءوا بعد رسول الله؟ سيدنا محمد ما سقلوا خبر، سبحان الله، والصحابة لم يدروه ولم يروه وملقوه، غريب هذا، فبلدي يكون عند الميزان شوية. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن صالح يأتي بعده سيد التابعين أويس، الحديث صحيح، حدث عن رجل شاب يأتي من اليمن من أهل الفضل وأهل الورع وأهل التقوى وأهل الصلاح، ولقيه تاريخيا عمر بن الخطاب
في إمارته يعني في زمان عمر بن الخطاب لقي يوم العجي وسأله الدعاء فقال إنه كان برا بوالدته وكان به الحديث وكان به مرضون من برص فشفاه الله إلا قدر دينار من كذا فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء فإنه مجاب الدعوة. وبقى سيدنا عمر يتسنى في زمن أبو بكر ما جاء زمن سنوات حتى جاء فلما اكتشف الناس سره تمالأوا عليه ففر بنفسه وضل حتى تاه في الصحراء ومات رضي الله عنه وأرضاه. وويس القرني من قرن في اليمن فهذا شخص عادي ماشي الخضر. فلذلك يعني حقيقة يعني الفكر يعني الصوفي يحتاج الآن إلى إعادة غربلة تأصيل وتأسيس وتشي داروه بعض العلماء. وأنا أعتبر بأن الشيخ زروق الفقيه المغربي المالكي شارح كتاب الرسالة الذي كان يسمى محتسب الصوفية كان فعلا مجددا في هذا المنهج وأبو إسحاق الشاطبي أيضا وابن القيم عند الحنابلة. هذا المنهج هو الإسلام فعلا نقبل ما فيه الحق ونبطل ما فيه من الباطل. ولذلك يعني نظر المقاصد فعلا يعني نظر معتدل مش يقبض الصوفية جملة وجمع لكن الناس تشوك وغير تقول التصوف كتشدوا الرعدة. لا هذه مسألة نفسية قطعا مسألة نفسية. التصوف مصطلح كالأصول وكالفقه وكالنحوي لا مشاحة في الاصطلاح. وإذا قلنا هذا مصطلح حدث بعد رسول الله يجب أن نزيله إذن أزيل كل مصطلحات العلوم الشرعية ما حدث في عهد رسول الله وحيد حتى المصطلحات النحوية. فإذن ما يتعقدش الإنسان تجاه العبارة والاصطلاحات ولكن العبرة بالمعاني اللي عنده العقل العبرة بالمعاني والمضامين. أعطيني أشنو هو أنشوف عندنا الميزان الشريعة موجودة كتاب السنة موجودين القواعد الكلية على المستوى العقدي وعلى المستوى الشرعي سنزيل الحقائق هذه الموازين. ولذلك فعلا كثير من الكتب الصوفية فيها أشياء لطيفة جدا يعني ابن القيم رحمه الله اللي يقرأ المدارج مزيان مصادره كلها صوفية. قال الشبلي قال إبراهيم الخواص قال الجنيد قال زنون المصري وهو يعلم أن عندهم شطحات يدع ما عندهم من شطحات ويأخذ ما عندهم من لطفات. وعندهم قاعدة لطيفة جدا اسمها خذ ما صفى دع ما كدر. خذ ما صفى دع ما كدر إنما الشيء اللي اختصوا به لأنه ماشي غير هما أي واحد يتفرغ المجال الروحي يمكن يعطيه جديد لكن فين يمكن يجدد في مجال معرفة أحوال النفس ماشي في مجال معرفة الشريعة لا ولا كرامة. معرفة الشريعة للاجتهاد للعلماء. ولذلك أكمل الناس من جمع بين الأمرين علم الشريعة وعلم الحقيقة كما يعبرون اللي يجمع بين الأمرين وهم الكمل حقيقة كمل من الرجال كثير. وأنا أعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا النوع. رأى مع الأسف مع الأسف الشديد ابن تيمية أخرج للناس إخراجا سياسيا ردوا عصا كيضربوا بعباد الله وإلا فهو رجل رباني رحمة الله عليه وعنده أذواق ورقائق اللي يقرأ الأحوال ديال الروحية عجيب جدا. وما ذكر عبد القادر الجيلاني في الفتاوى إلا قال في سياق ذكره قدس الله سره بمعنى أنه كان يقدره. وعبد القادر الجيلاني أو الجيلاني أو الجيلاني كان رجلا منهم أي من صوفية لكن كان عنده ميزان. وكذلك ذكر كثيرا الجنيد شيخ الطائفة الصوفية كان يعني على مستوى جميل جدا لكن الانحراف حدث بعده جاء التلميذ دياله الحلاج مصيبة وقال بالحلول وقتل سنة 309 هجرية. الانحراف فعلا بدأ مع مطلع القرن الرابع الهجري الانحراف مش غير الفكر الصوفي فكر صوفي الفكر الفقهي تم عصبية في الفقه بدأت في القرن الرابع الهجري في الكلام والتصوف والفقه ثلاثة المجالات وقع فيها الانحراف في القرن الرابع الهجري. الكلام كان سابق فيه لأن المعتزلة قبل من القرن الرابع ولكن القرن الرابع الهجري صارت الثقافة الشعبية كلامية الجدل بتلي به الناس. أما في القرون السابقة يعني المعتزلة عاشوا حتى في القرن الثالث ولكن ما كانوش مسيطرين كانوا يعني كانت ثقافة منحصرة. لكن يعني في القرون التي جاءت بعد يعني ماشي معناتها ما كانوش مسيطرة كانوا مع دولة المامون كانوا السلطة ولكن ما كانوش مسيطرين شعبيا خصنا نتفاهموا. يعني في محنة أحمد بن حنبل شكون اللي كان مسيطر؟ ماشي المعتزلة غلط. المعتزلة كانوا مستشارين ديال الخليفة ولكن الشعب ما كان يعرف ما الاعتزال. ولذلك الشعب كان مع أحمد بن حنبل ومعنى السيطرة معنى أنه صارت الثقافة العامة. فمع الأسف الانحراف فوق شيء يولي تدين شعبي هذا اللي يسمى انحراف لما يولي تدين شعبي
حينما صارت عقائد الناس كلاما، والناس ولاو الدين ديالهم علم الكلام، ولينا في جوامع من الصور كنحضر منظومات الكلاميه، هذا هو علم التوحيد. ولذلك صار الناس لا توحيد لهم فعلا بسبب هذا. وكذلك في التصوف يعني ضربت الخرافه، وفي الفقه العصبيه كاينه في المذهب هي ما كاينش في المذهب صرف الدين. فهذا الامر اذا يعني يؤخذ بميزان، ميزان. فخصنا يكون عندنا اتساع الخطر اخوان، يعني انا نص نفسي وكل طلبه العلم يكون عندنا اتساع الخطر في استيعاب المذاهب والنظر. النظر يعني اعطي لراسك شخصيه، ما تاثرش بكلام فلان او علان انه هاجم هذا المذهب او ذاك او هذا المصطلح او هذاك او هذه الطائفه او تلك. طل حتى انت عندك عقل اعطاك الله سبحانه وتعالى، عندك ادوات، طل وشوف. فما وجدتهم من حق فهو حق، وما وجدتهم من باطل فهو باطل، والله المستعان. السلام عليكم.